وللمزيد حول تطورات الأوضاع في غزة واستمرار الاحتلال في مجازره والصمود الأسطوري للمقاومة وحاضنتها الشعبية بعد مرور 200 يوم على العدوان، ينضم إلينا عبر سكايب من الكويت العاصمة الكاتب السياسي الفلسطيني الأستاذ علي بغدادي. حياكم الله أستاذ علي. وسهلا، حياكم الله. حياكم الله أستاذ علي. بداية، حبذا لو تصف لنا الوضع والواقع الفلسطيني كما تراه في غزة بعد هذا العدوان وبعد مضي 200 يوم على هذا العدوان وعلى الصمود الفلسطيني. يعني 200 يوم من العدوان الشديد والشرس الذي لم تتعرض له بقعة في التاريخ وفي العالم بهذا الحجم من القساوة وبهذا الحجم من النيران على هذه المساحة الضيقة، لم يحدث ذلك في التاريخ. ومع هذا نجد صمودا أسطوريا عند شعبنا. الله سبحانه وتعالى أفرغ على هذا الشعب صبرا من عنده لا يمكن تفسيره أي التفاسير المادية. هو صبر من عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى رزقه للناس في غزة، فهم صابرون صامدون ولله الحمد. أما في الواقع الميداني فنجد فشلا ذريعا لكل قدرات الجيش الإسرائيلي في تحقيق الأهداف التي أعلنوها في البداية. وكما تعلمون أن الجيش الإسرائيلي منذ أن بدأ وضخ قوات الاحتياط في البداية كان يتوقع أن المعركة لن تطول إلى هذه المدة، حسبها أنها على أقصى تقدير 3 أشهر. لذلك حشد القوات النظامية وقوات الاحتياط أيضا، وبلغ مجموع الجنود الإسرائيليين الذين تم إعدادهم لاجتياح غزة 600,000 جندي. القانون الإسرائيلي يتيح استدعاء الاحتياط في الأوضاع الحالية في الأوضاع العادية مدة شهر. الضابط الاحتياط يخدم كل الشعب الإسرائيلي، يخدمون شهرا في السنة في الحالات العادية في الجيش، بينما في حالات الحرب شهرين، ويجوز في حالات استثنائية قصوى أن يتم الطلب بتمديد المدة إلى 3 أشهر بقرار من الحكومة. أي أنه المدة القصوى لاستدعاء جيش الاحتياط المفترض أن تكون 12 أسبوعا، وهذا ما حدث. بعد 12 أسبوع تم إعفاء الجيش الاحتياط وإعادته للخدمة، لأن تعطيل الحياة الإسرائيلية أمر لا يستطيعه الجيش أو المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي الجيش الإسرائيلي منهك. تم إعفاء الاحتياط، والذين يقاتلون هم الجيش النظامي فقط، والجيش النظامي منهك. حتى معركة رفح التي منذ شهرين والعدو الإسرائيلي يهدد باجتياحها، لكن في الحقيقة سبب عدم اجتياح رفح في قناعتنا ليس ما يعلن بأنه ضغط أمريكي. السبب الرئيسي هو عدم جهوزية الجيش الإسرائيلي للدخول في معركة كبرى مثل معركة رفح، سيما وأنه لا ضمانة لما سيجده هناك، وقد تكون النتيجة هي الخيبة كما حصلت الخيبة في غزة وكما حصلت الخيبة في خان يونس. طيب، اسمح لي أن أنتقل أيضا إلى ضيفي عبر الهاتف الذي ينضم إلينا من أم الفحم، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني صالح لطفي. حياكم الله أستاذ صالح. حياك الله أستاذ صالح. يعني بعد 200 يوم من هذا العدوان شهدنا صمود فلسطيني يعني أسطوري حقيقة، ولكن ما تأثير ما جرى خلال 200 يوم من هذا العدوان على الداخل الإسرائيلي نفسه؟ السلام عليكم أخي الكريم. في اعتقادي هناك 5 مؤشرات تبين حجم التأثير على أهلنا المجتمع الإسرائيلي. تبدأ في حالة الإحباط التي تنتشر في المجتمع الإسرائيلي. أنا أتحدث عن المجتمع بشكله العام، أي أقصد بذلك طبقاته المختلفة وشرائحه المختلفة الدينية وغير الدينية. وثانيا موضوع يتعلق في البنية المجتمعية. نجد هناك هجرة هائلة جدا. قبل أيام قليلة جدا تحدثت أحد الصحف العبرية عن أنه نقلا عن الاتحاد الأوروبي ارتفعت طلبات الهجرة والحصول على جواز سفر
ب 500 ألف طلب خلال 200 يوم التي نحن نعيشها في هذه الحرب على غزة، أي أن هناك هجرة ليست في البسيطة في داخل المجتمع الإسرائيلي، ونحن نتحدث عن مجتمع مهاجر من الشباب، من المتدينين، من التيار الحريدي ومن العلمانيين، أي أن كافة المكونات المجتمعية تتجه نحو الهجرة إلى أوروبا، تحديداً ألمانيا، البرتغال، والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. الأمر الثالث تأثير على في السياق الاقتصادي، ارتفاع غلاء المعيشة هائل في المجتمع الإسرائيلي الآن، كافة ما يسمى الأمور اليومية، المنتجات اليومية، الاحتياجات اليومية في لدى السكان في هذه الدولة ارتفعت بما نسبته من 25 إلى 30%. وقبل أيام قليلة بشر وزير المالية في الكيان بأنه هناك ارتفاع آخر سيطرأ على المنتجات الزراعية تحديداً، الحليب والخضروات والخبز وغيرها، بمعنى أنه هذا يصيب صلب المجتمع الإسرائيلي بشكل خاص، وبالذات الطبقات الفقيرة المتمثلة بهذه الحالة في المجتمعين الحريدي والديني الصهيوني والشرقيين. الأمر الرابع أخي الكريم نجده في مسألة الهجرة، هجرة العقول وهجرة المؤسسات البحثية الدولية والمؤسسات التصنيعية ومجموعات الهايتك في البلاد. هذه الهجرة بدأت في اليوم الرابع للحرب وما زالت مستمرة إلى هذه اللحظات. الموضوع الأخير وهو التقطب في داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث كانت بدايات هذه الحرب إجماعا إسرائيليا مطلقا عليها، الآن هناك خلاف شديد بين المستويات السياسية داخل المجتمع الإسرائيلي في جدوى هذه الحرب وفي أهدافها وفي مدى تحقيق الأهداف التي أعلن عنها نتنياهو وزمرته منذ مطلع هذه الحرب. وتتجلى هذا الانشقاق وهذا الانشطار وهذا الشقاق في المظاهرات اليومية وبالذات يومي الجمعة والسبت. ولكن هناك تعليق وسؤال هنا للأستاذ علي، هناك تعليق للإنجازات كما لاحظنا، إنجازات نتنياهو في هذه الحرب إن صح تسميتها أو إن صح تسميتها إنجازات، تعليق لكافة هذه الإنجازات ويعني تصديرها إلى اجتياح رفح. هل يعني بات المجتمع الإسرائيلي يتحمل عبء ما يقدم عليه نتنياهو، أم أن الأمور يعني الضغط في سبيل استعادة الأسرى والقضاء على حماس يعني يحتم على المجتمع هذا الكيان الداخلي أن يصبر أكثر من ذلك؟ يعني هو نتنياهو ليس أمامه حل آخر، يعني هو وضع لنفسه هدفا ويعتقد الآن بأن الهدف لن يكتمل إلا باجتياح رفح. قضية إيجاد الأسرى الإسرائيليين وقضية القضاء على حماس يعتقدون أو يعتقد المجتمع الإسرائيلي بأنه سيتم إذا اجتاحوا رفح، أو على أقل تقدير حتى لو اجتاحوا رفح ولم يحصلوا على شيء فيكونوا قد حققوا قضية تهجير سكان غزة، وبالتالي أصبحت غزة لا تمثل تهديدا للكيان الإسرائيلي. المجتمع الإسرائيلي حتى الآن 80% منهم مؤيد للحرب، ولكن أيضا 80% منه يعتقد بأن الحرب غير ممكن أن يكسبها، لأنه التجربة بالنسبة لهم تجربة مريرة، لم يحصلوا حتى هذه اللحظة على أي نتيجة من النتائج المرجوة. السؤال، المناطق التي تنسحب منها قوات الاحتلال سرعان ما تخرج منها صواريخ ورشقات صاروخية إلى مناطق المغتصبات غلاف غزة وغيرها من المناطق، كيف ينظر الداخل الإسرائيلي لهذا الموضوع أيضا؟ هو المناطق التي يخرج منها الاحتلال اولا المقاومه تسيطر عليها وتديرها بشكل مدني، وهذا ايضا امر بالنسبه للجيش الاسرائيلي او بالنسبه للحكومه الاسرائيليه هو امر خطير، لذلك تم استهداف حتى الاداره المدنيه التي تظهر للمقاومه لتوزيع المساعدات على الناس او تنظيم شؤونهم، فضلا عن موضوع اطلاق الصواريخ. لا تزال المقاومه حاضره، كمين الزنا حدث في خان يونس وقبل ذلك في بيت حانون وفي اماكن، اعلن الجيش الاسرائيلي تطهير، لا تزال الصواريخ تطلق، وان كان الامر بالنسبه للمقاومه الان هناك ترشيد في استخدام
الذخيرة، إذ الأمر ليس متعلقا بإرسال رسائل بقدر ما هو متعلق بالإثخان في العدو. المعركة الآن مركزة حول خط نتساريم الذي أمنه الجيش الإسرائيلي ويعتقد أنه سيبقى فيه، وهذا الخط يتعرض لقصف دائم بالهاون القذائف الثقيلة. اسمح لي أن أنتقل إلى الأستاذ صالح هنا. أستاذ صالح، يعني هذه العمليات الكر والفر مع العدو الصهيوني ويعني عمليات الاستنزاف، هل تنفع وهل تجدي نفعا أمام هذا الدعم الأمريكي اللامحدود لقوات الاحتلال، جسر جوي من الأسلحة والعتاد كما تعلم، دعم سياسي، دعم من كافة، حتى هناك دعم مالي 14 مليار دولار من الضرائب الأمريكية وغيرها، هل تنفع معركة الاستنزاف مع كل هذا الدعم الأمريكي؟ طبعا، والدليل أنه نحن في خلال 200 يوم إسرائيل كدولة وككيان وكمؤسسة سواء كانت أمنية أو عسكرية أو سياسية تعرضت بالكامل أمام المجتمع الدولي وبالذات أمام المجتمع الغربي الذي يعتبرها رأس الحربة في هذه المنطقة والعصا الغليظة التي يضرب بها شعوب المنطقة والحكومات لما أسميه أنا بيت الطاعة والمقاومة حقيقة في غزة. فرغت المؤسسة الإسرائيلية من أمرين أساسيين، أنها تملك الجيش الأعظم والأقوى الذي لا يقهر، وإذا بهذا الجيش يستنزف استنزاف كبير جدا. فقط أشير إلى ما ذكرته اليوم الصحف الإسرائيلية فيما يتعلق في حالة الإحباط لدى الجنود في قطاع غزة والتراجع الكبير في ما يسمى المعنويات لدى الجنود في غزة، وهذا أحد الأسباب المباشرة لإخراج هؤلاء الجنود إلى بيوتهم، عطفا على ما تفضل به ضيفك بأن هناك قوانين فيما يتعلق في الأيام التي يخدم بها هؤلاء الجنود، وقد تجاوزت الحدود المطلوبة أكثر من 30 يوم إلى 60 يوم وإلى 80 يوم وإلى 100 يوم. وبالتالي الجيش الإسرائيلي بعموم ألويته يعيش حالة من الإحباط. ومن ثم وجدنا أن الجنرال أحد الصحف الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن مصدر إسرائيلي رسمي له صلة في القرارين السياسي والعسكري بأن العملية ستتم خلال 6 أسابيع في أي الهجوم على مدينة رفح، وسيتم ذلك بالتنسيق التام مع الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والإمارات وأحد الدول العربية. بل أضاف الصحف الإسرائيلية اليوم أضافت بأن مصر شريكة بالكامل في مسائل الجلاء التي ستتم خلال الأسابيع القادمة، ويقدرون بأن هذه المعركة أي الجولة الأخيرة من هذه الحرب التي يعتقد نتنياهو أنه يمكن أن يغسل عاره الذي تجلل به في غزة بعد مذبحته، بعد قيامه بمذابح للأطفال وللنساء وللشيوخ ولكل شيء مدني وحياتي في غزة، يتأمل أنه يمكن أن يعمل شيء عسكري يؤكد له نصرا ما بين شطائر أن أقول ما في مدينة رفح، وبالتالي ستتم العملية وفق ما يسمونه هم العمليات القيصرية أي الجراحة القيصرية للسكان للحاضنة أولا ثم للمقاومة ثانيا. وباعتقادي أن هذا كما فشل في شمال غزة وفي وسطها سيفشل أيضا في الجنوب، وبالتالي المجتمع الإسرائيلي مجتمع محبط، الجيش الإسرائيلي جيش محبط، والاستنزاف الذي قامت به المقاومة خلال 200 يوم أكد تأكيدا لا ريب فيه بأن هذا الأسلوب المقاوم هو أسلوب ناجح جدا، استنزف ليس فقط المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بل والغرب برمته وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية استنزافا عسكريا واستراتيجيا وأخلاقيا. ولذلك وجدنا الارتداد الكبير والهائل في الدول الغربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية وبالذات في الجامعات. طيب، أمام كل هذه المعطيات أستاذ علي، يعني نلاحظ أن نتنياهو يتقصد ارتكاب المزيد والمزيد جدا من المجازر، يعني المجازر تلو المجازر، حتى لربما ليضغط على حركة المقاومة حماس لكي تلبي شروطه بالتفاوض ويعني يفرض شروطه. ولكن
بعد كل هذا الصمود وبعد كل هذا التحدي وعدم التنازل عن الحقوق الفلسطينية، على ماذا يعول نتنياهو؟ نتفق أنه ليس أمامه خيار إلا لربما الاستمرار في هذا العدوان، ولكن على ماذا يعول فعليا؟ يعني هو بغض النظر عن تعويله، لكن هو نتنياهو ليس أمامه إلا الاستمرار في هذا الأمر. هو لا يزال حتى هذه اللحظة عنده الأغلبية في الكنيسة، وعنده قرار الحرب وقرار السلم لا يزال بيده، ولا يزال يعني يعتقد بأنه هو الطفل المدلل للأمريكان، رغم المشاكل الحادثة الآن بين حكومة نتنياهو وبين الإدارة الأمريكية وقوة ضغط الإدارة الأمريكية على نتنياهو في بعض المسائل، ولكنه يعتقد أنها لا تستطيع أن تذهب بعيدا، وأن هناك هدف مشترك بين الأمريكان وبين إسرائيل، وهو القضاء على حماس وجعل غزة منطقة آمنة ووضع حكومة مهادنة للاحتلال في غزة. هذه خطوط استراتيجية متفق عليها بين نتنياهو وبين الإدارة الأمريكية وبين الغرب عموما، وبالتالي حتى رغم المجازر ورغم حتى الصمود لا يزال الغرب خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا واقفين بقوة خلف نتنياهو وخلف هذا الكيان. ولكن حقيقة الواقع الميداني يكذب كل هذا، لا يزال الشعب صابرا، ويزال الجيش الإسرائيلي منهكا، والمجتمع الإسرائيلي مجتمع مفكك. عدم جهوزية الجيش الإسرائيلي لاقتحام رفح جعلته يدعو الحريديم المتدينين اليهود للانخراط أو للتجنيد في الجيش الإسرائيلي. وسمعنا خلافات كثيرة أدت إلى أحد الحاخامات الكبار يقول، وسمع ذلك، قال أنا عندي 40 ابنا وحفيدا وأنا مستعد أن يقتلوا جميعا على يد العرب أفضل من أن يخدموا في جيش علماني. الخلافات شديدة في داخل المجتمع الإسرائيلي، الرأي العام العالمي ضاغط ضد الكيان الإسرائيلي، ولكن ما يعول عليه نتنياهو هو أولا وحشيته وغطرسة هذا الإنسان وشعبوية المجتمع الإسرائيلي، بالإضافة إلى الدعم الغربي اللامحدود ربما اللوبيات أيضا حتى هذه اللحظة. نعم. إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من الكويت العاصمة، الكاتب السياسي الفلسطيني الأستاذ علي بغدادي، شكرا جزيلا لك، كما أشكر ضيفي عبر الهاتف من أم الفحم الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني الأستاذ صالح لطفي، شكرا لكما ضيفي الكريمين.